başımda, kimsem yok ardımda. Kara dağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. يعطيكي العافية. الله يعافيكي، كلك ذوق. يعطيكي العافية. الله يعافيكي، بشوفكم بكرة. كيف كان أول درس؟ حلو كتير ورايق، بس بتعرف بما أنه أول يوم كنت شوي متلبكة، والمتدربين خبرتهم لساتها بسيطة، بس كانوا متحمسين والحمد لله ما صار في إصابات. هلأ ما بيخلى الأمر، يعني في ناس ضربت إيدها بالشاكوش، بس كانت ضربات خفيفة ما حدا تأذى كتير. ما بعرف إذا رح أقدر فيدهم وعلمهم مثل ما بيعلمهم الخال حافظ، بس رح أعمل يلي علي. ألو؟ مرحبا ست ملك، عم بتصل فيكي من المخفر. ألقينا القبض على الباي وصار عنا، يا ريت تجي هلأ مشان تعطي إفادتك. إيه ماشي، تمام، شوي وبكون عندكن. من المدرسة؟ لا، من المخفر. قال مسكوا لألباي، لازم روح أقدم إفادتي. طيب لا تروحي لحالك، يعني ما رح يعمل لك شي بالمخفر، بس رح يضايقك. قبل ما أوصل بدق لأحسان. لا لشو تدقي له، خلص هلأ خليل بيروح معك، بلكي إحسان عنده شغل بالمحكمة وممكن تحتاجي شي هنيك بلا ما تكوني لحالك. ليكي ملك، أنت مو بس كبرتي على إيدي وكمان عم تشتغلي بالورشة وصرتي منها، لهيك واجبنا نوقف جنبك. يلا نمشي. بس لجيب أغراضي. كمان بدي اتصل بعمتي مشان يروح يجيبوا سعيد علي من المدرسة. شكرا كتير خال، ممنونتك. الله ييسر أمورك. يلا. كيف كان أول يوم؟ والله ما بعرف شو بدي أقول، المنهاج هون غير اللي كنا ناخده بألمانيا، كيف رح لحق اتعلم كل هالدروس؟ إذا بدك فيكي تاخدي دروس إضافية بعد الدوام أو بالعطلة. وأنا هيك عم فكر. مريم مرحبا. خالتي خديجة، خير صاير شي لا سمح الله؟ لا مو صاير شي، ست زمرد حكتني قالتلي إنه معزومين لعندن اليوم على الغدا. بشوفك أنت وكرم الفرصة الجاي، رح نجهز لكم برنامج تقوية. أوكي حقول لكرم. وشو مناسبة هالعزيمة خالتي؟ بنتي ست زمرد اتصلت اليوم وعزمتني،
يعني إذا وقتك مناسب بلكي بتروحي معي لعندهم. علاقتك مع فلدان منيحة، ولا تنسي إنهم إجوا على المعرض الخيري. اعتبري حالك عم تردي زيارتهم. قلتك حلوة روح معك هيك بلا عزيمة؟ يا روحي لو ما أنا حلوة بحقك بقلك تعي روحي معي. قديش بدي استنى يكون بعلمك وصاية الأولاد معي، وكمان معي قرار من القاضي؟ يعني معقولة أخطف أولادي وهن من حقي؟ ما بعرف، بس أنا عندي قرار بإلقاء القبض عليك. والله ما كان لازم أعطيها الأولاد، ما بتستاهل، طول عمرها حقودة وغبية. هلأ بيجي المشتكي وبيقدم الإفادة. شو بفيدني هالكلام؟ إذا الولد وأخته واشتكت علي فوقها شو القصة تبلي يعني؟ إذا ما سحبت الشكوى شو بصير فيني؟ ما بعرف، القرار للقاضي، يا بيحطك بالسجن يا بيفرج عنك. بالله هيك؟ شي حلو. اي ملك خلص ولي همك، لا تشغلي بالي. اي محمود لا تنساهم، وصيتك على برغل خرج الكبة ولحمة هبرة كمان. ايه يا ستي، محمود على التليفون وعم يسأل اذا لازمنا شي قبل ما يرجع. اتصل بوقته عطيني اياه. محمود بدك ترجع على البيت هلأ؟ ايه عمتي بدك شي؟ فيك تمرق وتجيب سعيد علي لانه دوامه رح يخلص. ملك مطول شوي بالورشة، احسن ما يضل بالمدرسة. شو قلت؟ طيب عمتي من عيوني. ايه ماشي، الله معك تقبرني. ليش يعني محمود خلص شغله بالمحل؟ بما انه جاي معناها خلص. يعني ملك شو هالحظ اللي عليها بفلق الصخر؟ قبل ما تطلب بيكون تنفذ اللي بدها اياه. ليش عينك ضيقة وحسودة؟ لو زوجك ما كان جاي كنت رحت جبته لك المدرسة هون. خليل؟ ملك مرحبا. قال ماسكين ألباي. ايه والله هيك قالوا. يلا خلينا نفوت لجوا. ملك سبقوني انا شوي وبجي. مين حضرتك؟ ما بتعرفيني؟ من وين بتعرفي ابني سعيد علي؟ وبأي روضة حضرتك كنتي آنسته؟ أنا ما كنت أشتغل بروضة، ألباي كان يحطه عندي على أساس أخده على الروضة. أعوذ بالله لك، أنتي ما بتستحي على حالك؟ عم تعترفي إنكم استغليتوا ولد صغير لتوصلوا للي بدكم ياه؟ معقول ما عندك ضمير أنتي؟ اسألي حالك أنتي عن الضمير. حضنت الأولاد انعطت لأبوهن، والزلمة داق الأمرين منك، وهلأ هو ملحوش بالمخفر. ولسه اللي جاي أصعب بكتير. شو بدك منه؟ ما أنتو خلص اتطلقتوا وهو ما بده ياكي ومو طايقك أصلا، شو بدك لسه؟ على فكرة أنتي وياه ما بتهموني وحدكن ستين جهنم. يلي بيهمني تبعدوا عني وعن أولادي، غير هيك ما بدي شي بنوب، لأنه المهم عندي تبعدوا عن أولادي. تأخرت عليكم؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ ست ملك، مو على أساس تسحبي الشكوى؟ أنت كذبك وقلعيبك ما رح يخلصوا يعني؟ تركني عيش حياتي بعيد عنك وعن قرفك. عم تسمع؟ خلص عتقني بقى، أولادك ما بدهم ياك. ملك خلص روقي، لا تهزي بدنك معه. دقيقة أحسن. أنت بس جد بقى اللي عم تسربي علي؟ أنت مجنونة شي؟ بتخالفي القانون وبدك تمشي كل شيء على مهلك. الزام حدودك واهدى. انت شو دخلك؟ استنى خليل اهدى. تعال
تعي معي نحكي على جنب. استنى. هذا الغبي شو عم يعمل معك؟ انك بصفتك شو عم تسألني هالسؤال؟ لك عين بعد كل الوساخة اللي عملتها تجي تحاسبني مين معي وليش؟ مو وقته هلأ، برجع بشوفك وبتحكي. شو بدي أحكي لك؟ ما دخلك فيني. الشي الوحيد اللي مخليني أوقف وأحكي معك هلأ هن الأولاد مو أكتر. رح أخذهم غصب عنك. رفعت دعوة عليك، رح توقف قدام القاضي بالمحكمة وتشرح له كيف أخذت حضانة الأولاد وكيف طلقتني. وإذا أنا هلأ ما سحبت الشكوى رح يزتوك بالحبس. أكيد بتعرف كل هالتفاصيل لأنه بتكون سألت واستفسرت عن الشي اللي بده يصير فيك. شو رح يصير يعني؟ ها؟ شو آخرتها؟ يحبسوني؟ 5 أيام وأكتر، فترة صغيرة ورح يطالعوني، وبعدها شو رح تعملي؟ ها؟ وقتها منشوف. بس يطالعوك من الحبس رح أرجع وأشتكي عليك. مستعدة أعمل كل شي لتضل بعيد عن أولادي، عم تفهم؟ أو عندك حل تاني، توعدني إنك تبعد عني وعن أولادي على القليلة لحتى تخلص الدعوة، وما تفكر تحاول تاخد الأولاد مني، ولا تفكر تشوفهم بدون علمي. كل يلي بدي إياه إنه يهدى بالهم بقى ويستقروا. بدي إياهم يعيشوا حياة طبيعية بعيد عن مشاكلي ومشاكلك. حتى اليوم بلشوا دوام بالمدرسة، تركهم بقى يعيشوا حياتهم مثل رفقاتهم. إذا لسه بقيان عندك شوية إنسانية، وإذا مصلحة أولادك بتهمك عن جد، تصرف كأب ولو مرة. شوفي كرمال سعدت أولادي، وإذا أنت وفيتي بوعدك ورحتي هلأ سحبتي شكوى ضدي، ما رح أتعرض لك لتخلص القضية ويطلع الحكم. طيب وإذا اللي عم تقوله ما صار؟ هالمرة رح خليهم يشحطوك على الحبس، وما بقى رح تشوف أولادك بكل حياتك. خلصنا، فهمت. مرت عمي، شو رأيك مد هدول على الطاولة؟ مو غلط، هدول الشراشف حلوين. خبرتي عمي إنه عازمين مريم على الغداء؟ لا ما خبرته. ما بتعرفي عمك شو بيطلع معه؟ دغري بينزع القصة. هلأ بيقعد قدام الضيوف وبيقول للبنت يا عروس، ساعتها خليل بيجن وتعي بقى حليها إذا بتنحل. إيه بس القصة ما نسر، يعني مريم وخليل شافوا بعض، وعائلتنا بتشرف كل الناس. وأنا بعرف إنهم شافوا بعض، بس البنت ما بتعرف بشو عم يفكر. لو كانت بتعرف أكيد ما بتقبل تجي لعنا. خليل ما رح يجي، عمر قال لي جاي، شو منقله؟ أصلاً الست خديجة رفيقتي، لهيك ما رح يستغربوا، بنقول إنها حبت تجيبها معه وخلصنا. إيه طيب، أنتي قادرة، لكمل شغلي لكان. إيه يلا. إن شاء الله ما يصير شي اليوم. حاجتنا وجع راس ومشاكل. الله يجعل هالبنت من نصيبك يا خليل. خايف يعمل لك مشاكل، يعني بعد ما سحبت الشكوى. على جميع الأحوال ما كنا رح نستفيد شي من الشكوى، الزلمة في بإيده إثبات، يعني الأحقية إله هلأ. مو طالع بإيدنا غير إنه ننطر حكم المحكمة لنعرف الحق مع مين. عزبتكن معي، لسه عندي كم شغلة بدي أعملهم وتأخرت. تعوا معي أنا بوصلكن. شكراً إحسان، كلك ذوق. باخد تاكسي من هون وبروح. شكراً كتير لألكن، بشوفكن.
خير إن شاء الله. على شو عم تطلع؟ عم أطلع فيك يا روحي. فيني مو هيك؟ شو صار معك؟ يعني برأيك شو بده يكون صار؟ ولا شيء. عرفوا إنه زوجك بريء وراحت سحبت الشكوى. هالمخلوقة طول عمرها غبية وما بتعرف شو بدها تعمل. يمكن لما شافتك أبظن إنها عرفت بعلاقتنا وصارت تعملنا مشاكل. بس أنا ما في شي بالدنيا يبعدني عنك. قصدك إنه طليقتك بلشت تتغارى عليك ورح تعملنا وجع راس؟ هذا اللي ناقص. وأنا عم أقول ليش إجت وحققت معي. إيمت؟ من شوي إذا أنا معلمة أو لا سألتني بأي روضة عم درس. قالت إنه ألباي ما بقى بيهمني نهائياً. بس أنا ما صدقتها. أها، لكان مو غريب اللي عملته. آخر همي حياتي. لسه بدك تشتري شي؟ منروح السوق؟ إيه منروح. شو ناطرة؟ يلا نمشي. تعي. ايه رح اشتري بدلة المدرسة. اليوم ما كنا محضرين لشي. خلص ما في مشكلة. ثلاثة الجاي في فحص رياضيات والخميس فيزياء. بس هذا اول يوم الي. معناها خبروا الان سمريم، هي بتزبط لكم القصة وبتحكي مع الاساتذة هون. شفتي اخوكي؟ ايه عم يلعب مع الولاد حتى ما تطلع بوشي، قال مو فاضي. ايه منيح، خليه عم يلعب وينبسط. لك دفنا؟ الفحص الاسبوع الجاي، شو نعمل؟ الو؟ مرحبا كرم، انا مدربه لاحمد نور الله سالم. اخذت رقمك منه، كيفك؟ منيح كلك ذوق. اذا مو مشغول فيك تيجي على النادي؟ والله انا بالمدرسه. طيب لكن لما يخلص الدوام تعال لعندي بدي احكي معك. ايه ايه ماشي حاضر. طيب رح اجي. شو القصة كرام؟ تقول مارادونا متصل فيك؟ ما بعرف شو قلك. فيك تقولي هيك شي. جبت لك تاكلي شي مشان ما تقلب معدتك. قبل اي شي رح اشرح لك الخطوات. رح ضل معك وعمر هون معنا. ارتاحي واسندي ظهرك وفكري بالشغلات الحلوه ورح نتجاوز هالمحنه مع بعض ان شاء الله. اكيد طبعا لازم اتجاوز ان شاء الله. خالته، أول شي رح نحط لك من هذا المصل، في بقلبه دواء مشان الغثيان ووجع المعدة. هذا المصل ما له أي أعراض. وبعده رح نعلق لك هذا المصل. فيك تقولي هذا الدواء الأساسي اللي مفروض يعالجك، بده شوية وقت لينحل بالدم ويمشي بجسمك. وآخر شي رح نعلق السيروم يلي بإيدي، مجموعة فيتامينات ومقويات بتساعدنا بالعلاج. خالته، ما رح تتوجعي أبدا، لا تخافي، بس ممكن أحيانا تحسي بشوية برد مو أكتر. ما رح أتركك بهالفترة بنو، ورح ضل متابع حالتك حتى بعد ما تطلعي من المشفى. رح قلك عشو تنتبهي، شو الشغلات اللي ممنوع تاكليها، وكيف لازم تاخدي الدواء. كل هالقصص رح اشرح لك اياها، حتى رح اكتب لك كل شيء بالتفصيل. اتفقنا؟ لا تشغلي بالك بمواعيد الدواء، انا بسجل كل انواع الادويه ومواعيدها على تليفوني، وكل ما اجى وقت واحد منهم بحكي معك. ماشي يا روحي؟
الحمد لله، شكرا انكم واقفين جنبي. لو ما كنتوا معي ما كنت قويت قلبي واجيت عالج مرضي. الله يخلي لي اياكم، مشكورين. خالته، لما يمشي الدواء بجسمك ممكن تحسي بشوية تعب ودوخة، بس روحي على البيت وارتاحي. طيب تمام. وكمان إذا جاهزة لبلش أعطيك الدواء. الدواء اللي عم يمشي بدمي يمكن يطيبني ويمكن يكون سبب موتي. لا تاخذ روحي يا ربي قبل ما اكون مأمني على اولادي وعلى مستقبلهم. لك طقوا خواصري من الضحك، دخيل قلبك ما اهضم حكياتك. خالو، بتعرف انه بمدرستي في ولد صغير معي بالصف اسمه مصطفى؟ ايه. ضرب رفيقي مراد واخذ له السيارة. لا شو هالحكي؟ مراد زعل كتير وصار يبكي. ايه، انت شو عملت؟ قلت بعطيه طابتي مشان يرضى وما يضل يبكي. يعني مشان ما يزعل رفيقك اعطيته طابتك؟ عن جد هيك عملت؟ لك اذا طولك كله هالقد بس قلبك كبير هالقد، شلون زبطت معك هي؟ شو يعني قلب؟ ما فهمت. قال عم يسألني شو يعني قلب. هلأ أنا بشرح لك شو يعني قلب يا قلبي أنت. ليك اسمعني لقلك، شايف وين عم حط إيدي؟ هذا القلب هون، وقلبك هاد وقت بتركض أو بتكون خايف بيصير يدق بسرعة مع هيك؟ أه؟ ولما تكون مبسوط ومرتاح بدق على مهله وما بتحس فيه. أنت مو بتحب أمك؟ وبتحب أختك؟ وبتحب أخوك؟ بتحب جدك كمان؟ ها؟ هدول كلهم بتحبهم من هون، يعني بتحبهم من قلبك. نسيت حالك، وأنا كمان بحبك كتير من هون خالة. لك دخيل قلبك قديش بحبك يا روح خالة، حاسس حالي بدي أكلك قد ما أنك مهضوم. لك فرحت قلبنا ونورت حياتنا يا عيون خالة. من لما أجيت على البيت نسيتنا همومنا ومشاكل حياتنا. والله العظيم فرحتونا كلكن، أنت وأمك الحنونة وأختك وأخوك. لك تقبروا عظامي يا ولد، تعال عندي تعال. يخلي لي إياك يا قلبي أنت، الله يحميك وشوفك أحلى شب. أوخ، مسك مسك مسك، عم نطير عم نطير بالسما مثل العصافير. دير بالك دير بالك، رفرف 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 جناحاتك، في واحد من جناحاتك مكسور. طير 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 طير، يلا طير طير، يلا يا عصفوري الحلو، يلا يلا طير طير يا عصفوري طير، يلا يلا. منيح إنه الأنسة مريم أجلت الدرس، لأنه الأسبوع الجاي عنا امتحانات ولا درست ولا اشتريت الكتب. فيكي تبعتي لي برنامج الفحص والكتب وقت تفضي؟ أكيد تكرمي. دفنة، خالي أخذ سعيد علي. وأنت لوين رايح؟ مو راجع على البيت؟ لك مو اتصل المدرب نور الله، حروح على الملعب. شو على البيت؟ ما بعرف، أنت لوين رايحة؟ رايحة لعند ماما على المشفى. رح تشتروا الكتب صح؟ اها. معناها بيجي معي، يعني عم قول أحسن ما تبعتي لي البرنامج وأنا لحالي روح دور على الكتب. خلص بشتريهم معك اليوم. يعني ما بعرف شو قلك. هلأ أنت أدرى، أحياناً ماما بتطول لتخلص شغلة وبخاف أخرك يقوموا أهلك يعصبوا عليك. ولا يهمك ما تخافي، أصلاً هنا بيعرفوكي وأنا هلأ أبدأ قلهم وبخبرهم. تعرفي أنه عمر وماما بيشتغلوا بنفس المشفى؟ شو يعني؟ يعني مدحت رح يعمل لك مشكلة إذا دري. أوف، خلصنا، شو ما ساويت عم يعصب، شو بدك فيه؟ دفنة، بدي أسألك سؤال. شو في بينك وبين عمر في مجال تحكي لي؟
ما في شيء. وشو بده يكون في غير شوية خناقات؟ أصلاً هو حدا شايف حاله. لك أنتوا ناويين تجلطوني يعني؟ عن جد رح تجيبوا لي فالج؟ لك اوعى تنسى الفستق الحلبي مكشوف، أحسن ما أقتلك. بقيان شوية سكر بالشوال، لا تنسوا تتصلوا مشان يجيبوا لكم شوال جديد. لك صارتكم عمر هون، لسه بدكم مني إلكم شو لازمكم؟ معلم نحن سجلنا النواقص وناطرين يجي خليل يجيبها. ما تستنى خليل ولا غير خليل، شغل عندي بالمحل ما بينطر حدا، تصرف وظبط الشغل. لا ترجعوا لهم صينية فاضية، حطوا فيها شيء وبعتوا لهم إياها. حط لهم من البقلاوة؟ لا سعيد علي بحب الشعبيات المليانة في السوق. لك تصطفل شو ما بدك حط، ما تكتر حكي، المهم ما ترجعوها فاضية. الله يعيني عليكم. شو يا شباب؟ ليش لساتكن ما طلعتوا؟ ليكنا عم نضبضب طالعين. شو قررت يا ابني؟ رح ترضي أبوك وتروح على البيت صح؟ يعني صدقني لو بعرف في شي ممكن يتغير كنت رحت. معك حق يا ابني، أبوك غلط كتير، بس الزعل شي والقطيعة شي تاني. يعني الزلمة إجا لعندك وعم يحاول يراضيك، ومهما كان ما بيصير تتجاهل أبوك وتقلل قيمته. هالتصرف ما بيطلع من واحد مثلك، وبما أنه عزمك اليوم تتغدى معهم فلازم تروح. على الأقل بتهدي الوضع وبتريح قلبه. أنت كمان كل ما كبرت راسك هو رح يقسى أكتر من هيك. والله إنه عم يحكي الحق. لكن قوم خلينا نروح سوا. هالمرة روح لحالك، أنا بجي بعدين. مو غلط، خليك على راحتك. والله أنا زعلان على أمي. يعني شو بدها تتحمل لتتحمل؟ بتضل أكل هم الكل. خليل امشي، شكور ربك انه لساتهم عايشين وفيك تروح تحضنهم وتبوسهم. سمعت؟ الله يطول لك بعمرهم. لما تخسرهم رح تندم على كل دقيقة قضيتها وانت بعيد عنهم. روح لعندهم يلا. أهلين مساء النور. أهلين فيكن. ميت أهلا وسهلا، نورتينا. كمان جايبتينا معك هالبنت القمر. أهلا وسهلا يا روحي. مرحبا ست زمرد، كيفك؟ هلأ بشوفتك صرت منيحة. أول ما عزمتيني دغري خبرتها لمريم منشان تجي، قلت بلكي صار معي شي عالطريق. تعرفي وضع ركبتي عم تتعبني بالمشي. والله عملتي عين العقل، بس كان المفروض نحنا نتصل بمريم ونعزمها قبل ما تخبريها. صدقيني إنه اشتقنا لكم كتير. أهلا وسهلا فيكن. يلا تفضلوا، خلينا نشرب فنجان قهوة قبل ما يجي أبو خليل. تفضلوا على الصالون. تفضلوا. أهلين. شو مالك طمنيني؟ نفسك عبتلعي شي؟ لا منيحة الحمد لله، حاسة بشوية دوخة بس هيك. روقي وارتاحي شوي، هلأ منطلع سوا وبوصلك عالبيت. لا شكراً كتير إليك باشاك، أنا ما بدي عزبك. هلأ إذا شافونا سوا رح يبلشوا أسئلة، والأفضل أني أعتمد على حالي من هلأ ورايح، خاصة أنه العلاج مطول. طيب شو رأيك توقفي شغل بالورشة؟ بدي مصاري، عندي مصاريف. أنا بشوف لك شغل تاني. ليش يعني؟ بالعكس هذا الشغل أنا بحبه، وبابا هيك مرتاح كتير. مزبوط معك حق، يعني خليل موجود هنيك، قصدي مثل ما بتعرفي أكيد كل اللي صار بيناتكم ضل بالماضي وانتهى، وانتو هلأ رفقات، بس العم جومالي ما رح يفهم هالشي. انقلب بفرد قلبي من لما اجيتي، وهو سبب تقليعك من الشغل بالمشفى. ما فهمت شو قصدك؟ بصراحة ملك أنا ما كنت ناوي أخبرك، بس هو خلاهن يفصلوكي،
بالصدفة دريت بالقصة من حكي الموظفين هون. ما عم صدق عن جد عم تحكي أنت؟ ويلي كان السبب بتقليعتي من الشغل العم جمالي مو هيك؟ ايه. معقول في كره وحقد هالقد؟ عن جد عقلي ما عم يستوعب كيف خطر له يقطع برزقي وأنا عندي أولاد بدي أصرف عليهم؟ لقوا كله بكفة واللي قلته لبابا بكفة تانية. تخيلي أول ما فصلوني من الشغل رحت على البيت وعاتبته بأسوأ وما تركت له مجال يحكي وهو المسكين ما رد علي أبداً. قديش بيكون زعل وتضايق. ليكي أنا بعرف إنهم عم يحاولوا يأذوني ويردوا لي الساعة ساعين بس ولادي شو ذنبهم ليتعاقبوا معي؟ ليش هالقد حاقدين علي؟ أنا بوقتها كنت مراهقة وما كنت لسه وعيانة والله ولا بعرف شو عم ساوي. هلأ أنا بقدر أكره دفنة بنتي اللي هي قطعة من قلبي إذا غلطت شي يوم ولا بوقف جنبها يا باشاك؟ أنتي فيكي تعادي بنتك زهرة؟ وليلي كيف فيكي تستغني عن روحك وتتبري منها؟ يعني بالآخر بتضل بنتك؟ ما عم بقدر أفهم وأستوعب هالحقد كله. يعني هو كل همه يبعد خليل عنك. لا مو على كيفون الشغلة. ما رح أسمح لهم ينزعوا لي حياتي ويعملوا اللي بالدنيا، وإذا بيفكروا يقربوا من أولادي والله لأخرب الدنيا على راسهم. طيب بس اهدي باشاك لو سمحتي فيكي تقيمي هاي من إيدي. تمام بس أنتي روقي. عمر شوفي زهرة ليش اجيتي؟ جيت لحتى اشوف امي. تعرف وين هلا؟ شو بيعرفني؟ روحوا على الكافيتيريا وانا هلا بناديلها. طيب اهلا وسهلا فيكي زهرة. عم تدوري على امي؟ ايه خالته ياشيم كانت بقسم العلاج الكيماوي، شفتها هنيك من شوي ورفيقتها معها. والله مين هي؟ لا لا ما انا رفيقة امك، ما بتعرفيها ما هيك؟ ماشي حبيبتي برجع بشوفك. بشوفك. يلا شو حتضلوا واقفين هون؟ خير ان شاء الله دكتور. مبين عليك متوتر كتير، ما رح تستعرض بطولاتك مثل العادة؟ انسى دفنة، انا هلا مشغول كتير، اذا بتحبي تخانقي تعالي شي مرة وانا فاضي. يلا زهرة على الكافيتيريا تفضلوا. وين هاي الكافيتيريا؟ خلينا نروح لعند امي بلا ما نقعد نستنى هنيك. خاطرك عمر. ملك قلت لك لازم تتسطحي وترتاحي بس لتخف الدوخه، ليش امتي فورا؟ هلا بتقلب معدتك وبتوقعي. ما عاد فيني اقعد خاصة بعد يلي عرفته هلا، عن جد مزعوجة داخلي وحاسة روحي رح تطلع. نهز بدني وما عم صدق، مع اني وعدت حالي انه ما بقى زعل بابا بس بعد اللي عمله العم جمالي شو طالع بايدي اعمل؟ خالته ملك دفنة وزهرة هون وجايين على القسم. هاد قسم الأمراض السرطانية. ليك ماما هنيك؟ ماما؟ هي قلبي. أهلاً دفنة كيفك؟ منيحة خالي باشاك وإنتي؟ الحمد لله منيحة. يا بنات مو لازم تكونوا بالمدرسة بهالوقت؟ ايه بس آخر درس كان فراغ وأنا أجيت مشان نروح نشتري كتب. طيب يا قلبي لكان خدي دفنة وروحوا اقعدوا شوي بالجنينة، بخلص شغلي وبجيكن. طيب. أمي مين معه سرطان؟ ما فهمت. خالته ياشيم قالت لي إنه رفيقتك صاير مع سرطان. هي أنت ما بتعرفيها. طيب لكن نحن رايحين. ماشي.
خلص تعي. الحمد لله. الله ستر. وهاد وقع هون على شوي، كانت دفنة رح تشوفه. ما عرفت شي ما هيك؟ ما بظن، بس أنا توترت قدامهم. ليش جايين لهون؟ في كتب بدهم يشتروها، أنا هلأ رح أطلع معهم وبعدين بوصل دفنة للبيت. فيك توصل ملك لو سمحت؟ يلا بشوفكن. بشوفك يا قلبي. يلا نمشي. كأنه عمر مهتم فيكي ولا حكى معك؟ ما بعرف، ما انتبهت لهالشي، كله على بعضه ما بيهمني أصلا. يلا يا حلوين خلونا نمشي. خالته هلأ أخدتي أول جرعة وما ارتحتي، على القليلة خليني وصلك على البيت. شكرا، والله ما في داعي، بوقف تاكسي من هون وبروح على البيت، لا تقلق علي. طيب تليفوني مفتوح، اتصلي فيني بالوقت يلي بدك اياه. اكيد عمر، ماشي لو سمحتي. طيب شكرا كثير، شكرا، الله يسلمك. سلامتك، الله معك. أبو خليل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا البيت، شرفتونا. ضيوفنا معزومين يتغدوا معنا اليوم، الست خديجة والأنسة مريم المستأجرة عندها. ميت أهلا وسهلا، تشرفت بمعرفة هالصبية الحلوة. أبو خليل بينبسط بالضيوف كتير، والست خديجة فيك تقولي إنها مثل أخته. إيه طبعا، الست خديجة بتكون أمانة المرحوم إسماعيل. أهلين فيكي، صرنا زمان ما شفناكي، والله شرفتونا بهالزيارة، نورتينا ست خديجة. كيف صحتك؟ الحمد لله سيد جمالي، إن شاء الله صحتك منيحة. تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك يا بنتي، شرفت بمعرفتك. وأنا أكتر والله يا أهلين، كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله منيحة كتير، وحضرتك؟ الحمد لله كلك ذوق ما شاء الله، الله يحميكي. أبو خليل يلا روح غسل إيديك ووشك قبل ما نبلش بالغدا، أنتوا خدوا راحتكن، يلا تعال. تفضلوا ارتاحوا. شو صار لك منى؟ صغير تلبسها الخاتم للبنت، ما بدنا اياها تحس بشي، خليك هادي لا تنفعل. لك كيف بدك يعني؟ ما اهل وسهل، زمرد كان لازم تعطيني خبر، ليش عم تخبي؟ يا ريت خبرتي خليل، هلا بيفضحنا. كيف بدي اقول له ابنك كل شهرين لنشوفه مره؟ مو حضرته العريس وانت قلتي لي لازم تروح لعنده وتراضي؟ سمعت كلامك وعزمته يجي يتغدى معنا، ما بقى إلا يوصل على البيت. خربت الدنيا كالعادة. سيران بعرف إني زودت عليكي، لا تواخذيني. ليكي سيران والله بعتذر، لا تزعلي، يعني انتي تعرفي انك ضغطتي علي كتير. شو هالحكي؟ صرت عاتب بدل ما اعتذر. سيران والله ما بيهون علي، شوفك مزعوجة، وبعرف زودت عليك بكلامي، ما تواخذيني. ولا شو هالحكي الفاضي؟ كل هذا اعتذار؟ خلص عطية الورد وإلا آسف وانتهينا. ماما معلش تاخديني ونروح نشتري بوزة بالفستق؟ ايه بشتري لك يا روح الماما.
بس قبل بدك توعديني انك تاكلي البوزه بعد ما تذوب. بوعدك. ممتاز. واذا ما سكرتي زرار الجاكيت ما بشتري لك شيء. ايوه هيك يا قمر. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا امشي، خلينا نروح نشتري لك بوزه هلا. يلا امسكي ايدي منيح. يا حرام، ليكي ماما قديش حلوين هالوردات. ايه يا قلبي هدول مثلك حلوين كتير، بس ما بعرف ليش رموهن هون. ياسين دير بالك ممكن حدا يطلع قدامك بالدفاع. يوسف بدي اياك تجي بكره بكير على الملعب لانه بدنا نعمل تدريبات فردي قبل اللعبه. اهلا وسهلا يا كرم. اهلين فيك كوتش. كيف شفت لي التدريب؟ كثير ممتاز، عجبني. واضح انك اشتقت للعب، مبين عليك متحمس. انت لاعب قوي وموهوب، اتفرجت على لعبك من قبل عجبني كتير، لهيك اذا بيناسبك انا حابب تكون معنا بالفريق. عم تمزح معي كوتش؟ لا ما عم امزح، وجهزنا العقد، اذا بيناسبك بنقدر نوقعه فورا. يعطيكم العافية. شو جايب معك بهالصينية؟ شايبيات. تعيش وتجيبي قلبي. ايه بس هدول مو من اي محل بعنتاب يا نفيسة، هي الشايبيات من عند ابو خليل. يا سلام، عن جد هالصينية من عنده؟ ايه والله من عنده. نسينا كيف طعمتها، قلنا سنين ما اكلنا من شغلهم. يكتر خيرهم، بس ان شاء الله ما يكون جو مالي حاطط فيها سم. يلا اوزقي روحي يا بنتي حطيها على الطاولة. ماما عمي شوفي خالو اشترالي طيارة كبيرة. خالو لو سمحت خلينا نطيرها قبل ما نقعد ناكل. تكرم عينك يا روح خالك، هلا منطلع لفوق ومنطيرها مثل ما بدك يا بطل. تعا تعا يا روحي فرجيني. ما أحلاها، يسلم لي المبسوط أنا. اللي بيشوفك بيفكرك أبوه للصبي. لا مو لهالدرجة، ملك عنده شغل فمريت جبته من المدرسة ومرقنا على السوق، ولما شاف هالألعاب معلقين قلت خليني فرح له قلبه. أي يعطيك العافية، يعني مو معقول ولد صغير يضل ناطر بالمدرسة طول عمرك مزوي، مع أنه أخته دفنا معه بنفس المدرسة. ليش ما جابت أخوها معه؟ أكيد بتكون مشغولة ومو فاضية له. شو بتقصدي خضرية؟ لا ولا شي عمي، بس أكيد دفنا بتكون مشغولة مع عمر ونسيت أخوها. شو عم تحكي أنتي؟ شو إلها شغل مع عمر؟ والله ما بعرف عمي، اسألها السؤال لما ترجع. بس عفواً معقول خالة مدحت يطلع خلقه عليها بدون ما تعمل شي؟ ولما أخوها انخطف كانت مع عمر بالجنينة. وشفنا شلون الدكتور عمر عم يضل يحوم حوالين الأنسة دفنا. شيلوا هاد. مرحبا. دفنا.
حضرتك معلمة مدرسة صح؟ أكيد معاملة الطلاب مو سهلة وبدها طولة بال ما هيك؟ مزبوط، بس أنا بحب الأولاد كتير، يعني بحب ساعدهم وأهتم فيهم دائما. ما شاء الله عليكي، الله يحميكي. مرت عمي، فيكي شي؟ أبدا. هيا أنا إجيت. أهلا وسهلا يا ابني. صحة وهنا. أهلين يا عمري. أهلا وسهلا. أكيد بتعرف الست خديجة. عزمناهن على الأكل، حبينا نتغدى نحن وياهن. من شوي وصلوا وقعدنا. تعالوا اقعد معنا خلينا نتغدى سوا. تعال اقعد جنبي خليل، تفضل. فيلدان، قومي اتصلي بعمر خليه يجي ياكل معنا. هو جاي على الطريق عمي. ها؟ ابن الحلال عند ذكره بيبان. اجا حبيب قلب جده. مرحبا. صحتين وهنا. شو جابك لهون؟ بابا اجيت مشان احكي معك عمي جمالي.
karşımda kimsem yok ardımda karadalar karşımda.